في قناة فادي التعليمية لدينا هنا لوحة قواطع مكونة من 6 قواطع وقاطع رئيسي في الدائرة. لدينا مصدر جهد 220 فولت LN. سنتعرف الآن على كيفية توصيل القواطع مع القاطع الرئيسي داخل لوحة القواطع. هنا أيضا لدينا 6 غرف وفيها مفاتيح للإنارة، وكل غرفة فيها وحدة إنارة. أول شيء الخط الحار والخط البارد بيدخلوا على القاطع الرئيسي المين سيركت بريكر المكون من قطبين حامي وبارد. الحامي بنتقل عبر جسر أو وصلة خاصة إلى جميع القواطع من قاطع إلى آخر، حسب إما بوصلة صغيرة أو بجسر يشمل أو يربط هذه القواطع مع بعضها البعض. الخط البارد يذهب إلى الغرف، الخط البارد يذهب إلى الغرف، كل غرفة تأخذ خط بارد لتصل إلى وحدات الإنارة في الغرف. هناك خط راجع من القاطع إلى مفتاح كل غرفة، فمن كل قاطع يخرج راجع إلى يذهب إلى الغرفة الخاصة. هذه الأسلاك راجعة من لوحة القواطع إلى الغرف. في كل غرفة يوجد مفتاح للتحكم في المصباح، بينهما يوجد خط يسمى الخط الراجع. هذا هو الخط الراجع. في كل غرفة يوجد خط راجع. إذن دعونا نكمل ونرى كيفية عمل الدائرة. عند تشغيل القاطع الرئيسي فإن التيار الكهربائي يصل إلى جميع القواطع والخط البارد إلى المصابيح. إذا قمنا بتشغيل القاطع الأول في الغرفة الأولى رفعنا القاطع، والغرفة الثانية مثلا سنقوم الآن بتشغيل المصباح في الغرفة الأولى والمصباح في الغرفة الثانية. نضغط على المفتاح، اشتغل المصباح في الغرفة الأولى وأستو لتشغيل المصباح في الغرفة الثانية أو إطفائه. الآن لو كبسنا على الأس 3 لن يعمل المصباح لأن الدائرة مفصولة من القاطع. لو شغلنا القاطع الآن يعمل المصباح بشكل جيد. إذا لابد من تشغيل القاطع ثم تشغيل المفتاح. فالقواطع في الأصل تكون مرفوعة أصلا، وثم نقوم بتشغيل وإطفاء الغرف من هذه المفاتيح الداخلية في كل غرفة. فلو حصل قصر كهربائي في الدائرة فإن فرضا أن قمنا بعمل قصر كهربائي، نأخذ مفتاح، هذا مفتاح نضعه هنا، وسنضع نصل الخط البارد بهذا المفتاح والخط الحامي أيضا بهذا المفتاح. هذا هو الخط الحامي بهذا المفتاح، قمنا بتوصيله بين الخط الحامي والبارد. نقوم بتشغيل الدائرة. الآن لو قمنا بتشغيل القاطع الرئيسي ستصل الكهرباء الخط الحامي إلى جميع القواطع والخط البارد إلى المصابيح. أيضا وصل إلى الخط الحامي والخط البارد إلى طرفي المفتاح. سنقوم مثلا بتشغيل القواطع، رفع القواطع جميعها، وثم إضاءة المصابيح في هذه الغرف. نقوم الآن بعمل شورت قصر من خلال هذا المفتاح. فلو ضغطنا على هذا المفتاح سيتصل خط الحامي مع البارد. الآن حصل شورت سيركت وفي القاطع الرئيسي. إذن نقوم بتشغيل القاطع الرئيسي من جديد ثم القواطع الفرعية وثم تشغيل الدائرة. إذن لاحظنا كيف يتم عمل الشورت. سنقوم بشطب هذا
الآن عدد الدائرة كما كانت، ولكن ينقص هذا البرنامج. إذا حصل شورت في الغرفة يجب أن يفصل فقط قاطع الغرفة المخصص لها. مثلا الغرفة الأولى حصل فيها شورت، يجب أن يفصل قاطع المخصص لهذه الغرفة، ولا يفصل القاطع الرئيسي لأن أمبيره يكون أعلى، فهنا لا يوجد معايرة للأمبير بالنسبة لهذه القواطع. أستودعكم الله مع تحيات قناة فادي التعليمية، محدثكم فادي حداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.